في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مع وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، اليوم بحول الله راح تنطلق أول قافلة من ولاية سكيكدا موجهة إلى ولاية البليدة، مكونة من 3 شاحنات ذات مقطورة محملة بمنتجات فلاحية تقدر ب 400 قنطار من البطاطا و 200 قنطار من البصل. هذه المبادرة يعني اللي كان أطلقها مجموعة من المنتجين والفلاحين، خاصة منهم مؤسسات المنتجة للبطاطا، اللي راهم مشكورين على هذا المسعى يعني النبيل.